مروان ابعد عنه. مروان يا تكلم مروان وقف يا كلب وقف شبك. بدي خليه يعرف حدوده. ايوه اسمعني لقلبك. شفتوا عنده يكسر راسكم لسه اكثر. لا تحاول تهيج الشعب ضدنا والا ما رح يرحمونا، بيدعسونا برجليهم. هلا خليك عايل. يلا نشوف كل يلا. واحد على شغله. ما بدي حدا واقف هون. شو عم تتفرجوا؟ يلا خلصونا بقى واقفين. يلا يلا يا جماعه يلا. هلا كل الزلمه بسام. بسام بسام صارت الوثيقة معي وأخيرا. بعد شو أيمن عرف بالقصة؟ طيب بس بدي روح أفحصها فورا مشان أتأكد إذا هي نفسها ولا لا، وبعدها رح نهرب من هون. وأنا شو أعمل؟ استنيني. ابنك واحد عنيد لسه ما خلص شغلنا معك يا معلم. الدكتور هرب. ولك العمى بعيونكم كيف بتخلوه يهرب منكم؟ دوروا عليه. امرك معلم. لا تفرح كتير وحياة عينك، قد ما حاول ما رح يقدر يهرب. ما عنا حدا إجا وقدر يهرب. ألو إيه شو سويتو؟ لا تاكل هم معلم، أنا خلصت عليه قبل ما خليه يعمل أي شيء أو يحكي أي كلمة. تمام برافو عليك، خليك منتبه منيح وانتظر أوامري. حاضر سيدي. العمى ما أحقرون، كيف فيهم يعملوا هيك؟ أيمن كيلك شي شغلة؟ نرمين ابقي هون شوي، أنا رايح شوف العم حميد. أختي ما لازم تضل عندهم أبداً. أيمن خذني معك، ما بخليك تروح لحالك. لك شو جنتي؟ ما بقدر أخذك. اسمعي كلمتي. أمي حاطينا بالغرفة المبنية هنيك، إذا قدرنا نقتل الحراس ونفوت لجوا بدون شوشرة يمكن نخلص أمي بأقل خسارة وبلا ما يحس علينا حدا. حاولوا ما تخلوا حدا يحس عليكم. إيه ماشي، خبوا لي وجوهكم. يلا شباب يلا بسرعة يلا. يلا بسرعة. انتهت اللعبة وابنك وصل. Thank you.
خويا رح تتراجع؟ لا تحاولوا تسووا أي شيء وإلا بقتلها. لا تتحداني واترك أحسن ما ندمك. مين مفكر حالك أنت؟ أنا القوة هون. إذا بدك تضل أمك عايشة ارمي سلاحك واستسلم. لازم استسلم. تمام اتركها تروح. ارمي سلاحك. ارمي سلاحك. اوعى تعمل اي حركة. اوصوا! المكافحة مجهول. بدي خبر عن مشكلة. موتتني من الخوف عليك. وينك انت يا ابني؟ لا تخافي أمي، أنا ما عاد أتركك أبداً. أمي أمي شو بكي؟ اهدي. أنا بتشكركم، الله يوفقكم، بارك الله فيكم على كل شيء عملتوه كرمالي. خلينا نترك هالمكان بأسرع وقت ممكن، رح وصلكم هلأ على مكان آمن وأترك الباقي عليكم أنتم. تمام أبني، شو رح تقدر تعمل هلأ؟ الإرهابيين بكل مكان، أصلاً صاروا محتلين كل الضيعة. أكتر شباب الضيعة هربانين هلأ. مين؟ أنا أيمن. مرحبا. أهلين. عمي حميد وينه؟ ليكو جوا. والله نحن محبوسين بهالبيت وما قلنا علم بأي شيء عم بيصير برا بنوب. الكلاب أخذوا ديالة معهم. يا ويلي، لهيك أنا هون هلأ. امتى؟ يلا الله ياخد روحهم ويخلصنا منهم على أهون سبب. آمين. بركي منرتاح منهم بقى. حميد لساتك هون؟ أهلين ابني، شو صار برا؟ الأخبار مو منيحة بالمرة، مروان أسر أختي ديالة. أنت شو عم تحكي؟ قال إذا ما استسلمنا وسلمناهن حالنا رح يقتلوها فوراً. يلا عن أبوهن كلاب، ما عنا حل تاني، لازم نصبر، بدنا نعمل كل شي فينا عليه. تمام يلا يلا.
يا رب كن معي وخلصني، خلصني من كل هالظالمين الموجودين. بعتقد انه حياتك انتهت. هلأ اجت آخرتك. بس بالأول خلينا نستمتع شوي. أكيد أنت موافقة. أوعك تقرب علي. أنا ماني مثل أخي، بدي أخذ اللي بدي إياه وغصبا عني. لا تقرب، عم قلك بعد عني. أنت بحالي أوعك. من شان الله لا لا تقرب علي. من شان الله لك عمي لتشوف. مروان، مروان اصحى مروان. هيك اتفقنا؟ مين سمح لك؟ اطلع اطلع. مين سمح لك تتدخل بشغلي؟ لازم تعرف حدودك. مزبوط فهمان ولا لا؟ ولك بكفي اللي عم عاني بسببك، بس لولا اخوك ما حدا بيقيمك من ارضك يا قليل الشرف. رح تقضي على التنظيم من ورا وساختك. لا تكتر حكي وسكر لي تمك. انت واحد وضيع وتافه وما بتفهم شي. انا رح اورجيك. يلا ايمن اختي، لك وينك انت؟ انت منيحه؟ ايه منيحه الحمد لله. يلا يلا امشوا امشوا. انتوا وين كنتوا؟ الدكتور طارق قال بده يقابلنا ضروري. شو بده؟ ليش؟ والله ما بعرف، بس هلا بعث لنا خبر مع واحد. عبدو مراد وينه؟ انا رح اجيب نرمين وعمر والحقكم. تيسر روح. ماشي يلا. زيدان مروان حاجة تتخانقوا. شو هاد؟ عيب عليك انت وهو. ليش عم تدافع عن هالبنت؟ ما عم بفهم. ذكرك بياسمين؟ ليش انت بتدافع عنها؟ مشان نفس السبب انا عم دافع عنها. اسمعني من هاللحظة ورايح انا القائد، بس اسمع انك عملت ولدنت حرام رح خليك تندم. عم تفهم يا قائد؟ انا ما عم بفهم كيف بتسمح لهم يهربوا يا غبي. بعتذر منك معلم، بس كانوا مسلحين. ألو نقيب ابن عارف. أنت تمام؟ شكرا ليلك. عم يخبروني هلأ أنهم كانوا متفقين مع النقيب ابن عارف. تعرف ليش ساوي هيك؟ لأنك ما قدرت تخلص منه. خبر التنظيم بكل شي صار معك بالتفصيل. لازم نلاقيهم فوراً. مظبوط. زيدان مروان جايب لكم اخبار بتجنن. الخونه كلياتهم المجتمعين لحقتهم وعرفت وينهم هلا. ايه وين؟ باعت لهم خبر الافندي مع الراعي، وهلا هن ببيت ام خليل. بعرفوا للبيت. الو
قائد مروان، بدي اياك تتحرك بسرعه. النقيب ابن عارف خطف امه للدكتور وراحوا بجهه سارسو، وهن راح يسلكوا طريق يلالي. ماشي، رح نتحرك فورا. ساسي، بدنا ننصب كمين للقائد ابن عارف فورا. حددنا موقعون، المفروض نتحرك بسرعه. بدي اياك تهتمي بموضوع الخواني، اكيد بتعرفي شو رح تعملي. تمام، ورجيني همتك يا زهر. بعد شوي رح يوصل الدكتور لهنيك، بس يجتمعوا بتخلصي عليهم. تمام تمام مروان. رح تعتم الدنيا زيدان، استعجل شوي، لازم نوصل قبل ما تعتم. فيك تقلي ليش تأخرت هيك؟ هلا وصلت. والله الأخبار مو منيحة أبداً، هالورقة مزورة. بالله؟ بس كيف؟ ما خلصنا شغلنا للأسف. طيب وشو بدنا نعمل هلا؟ صار أيمن يعرف كل شيء. ما بعرف، لازم نتصرف. صار فيكن ترجعوا هلأ يا جماعة، بظن أنه قربنا نصل. شكراً على كل شي عملتوه. بس هني ما رح يخلوك بحالك، شو رح تعمل؟ أنا مضطر أهرب لحتى تكون الأمور هديت، على القليل حتى أثبت براءتي. خد خلي هي معك، سلمى هي اللي موقع علي بنفسها. يسلموا. الله يوفقك يا ابني، عذبناك معنا. استغفر الله، واجبنا، توكلوا على الله. طارق، أنا ما رح أنساكم بالمرة، رح أشرح وضعكم بتقريري وبعدين رح أروح على سارسو. شكرا. زيدان، خلينا نخلص عليهم. لحالهم رح يقعوا بالفخ، خلينا نشوف شغلنا. تأخرتوا هيك؟ هاتي عني. برأيكم ما لازم يكونوا وصلوا هلا؟ فعلا. يسلموا هاليدين. تفضل. ما بدي يسلموا ايديكي. عبدو، يسلم ايديكي. ها وصلوا. ها هذا طارق. هيكن وصلوا. الحمد لله على السلامة. خدي. الله يسلمكم. أخي. الله يسلمكم. امي. بنتي. أهلين طارق، كيفكم انتو؟ امي. اشتقنا لك. كيفكم؟ أهلين دكتور. الحمد لله على سلامتك. يا عمري. نير. خالتي. وأنا كمان. بلنا. أهلين عبدو. الحمد لله على سلامتك. يلا الحمد لله. كيفك؟ يلا يا عمر تعي. تعالي قعدي هون. تعالي امي. يلا. عود. يلا خالتي شوي شوي. شرف تعي شرف. تفضل اشرب شاي. يسلم. عندك مكانك، واقف عندك.
سلاح يلا. انت يا ابن عارف بجوز نلف عليهم شوي شوي. بعلك لا تحركي، ارمي سلاحك. الخواني كلياتهم هلا مجتمعين، لحقتهم وعرفت وينهم. حركي يلا خلصيني يلا. ايه طارق شو بدنا نعمل؟ اهل داغلي قرروا يقاوموا وعم يعملوا كل شي بيقدروا عليه، ومقاومتهم ماكنة. يا ترى فينا نوثق فيهم؟ بكفلهم، لانه سيدهم بذاته عم يقاوم. تمام ما في طيب. بكرة منروح لعنده. ماشي دكتور، رسالة للخالة سناء. خالتي في إلك معي رسالة من حنان. دكتور مبين معك من وين جاي؟ ايه من بلجيكا. سناء أولادك وأنتي تركوا الضيعة. سليمان كايا عجد؟ مين هذا أمي؟ بيكون أبوكم. اسمعني، ضيعة صارصو صفيت بدون أصحابها، والتنظيم موجود هنيك. ولمعلوماتك يا سيدنا، ضيعة صارصو ما عادت حرة، وحتى الناس اللي ضلوا متمسكين فيها لهلا لساتهم عم يعانوا من ظلم الظلام يلي ماسكين الضيعة كلها بإيد من عديد. والمطلوب منك هلا إنك تخلص أهل ضيعة سارسو من ظلم الظلام يلي عم يتحكموا بكل شي بالضيعة. وهيك لما بتخلصهم من الظلم بتصير أنت الحاكم الجديد والمحبوب والآمر الناهي بالضيعة كلها. تمام معلم. صيرته صار على كل لسان.
جينا لنقابل المعلم. أهلا وسهلا. بتشكرك. تفضل تفضل تفضل. نحن عم نمر بأوقات كتير عصيبة هلأ، وهالشي كله لأنه فضايحنا الماضية كلها انكشفت. مع أنه صرنا مسيطرين على الناس سنوات طويلة، فرقنا الناس عن بعضها وزليناهن، حتى أكبر رجال البلد حاولنا نقضي عليهن، ما خلينا الناس يعرفوا يعيشوا. سلبناهن أهم حقوقهن وحرمنا الشعب يعيش متأني. حتى الناس الشرفة حاولنا نمشيها بحسب رغباتنا، لكننا نحن يلي عم نؤمر وعم ننهي. شو صار لهم هالناس القرويين فجأة؟ لك صاروا عم يتحدونا ويرفعوا دعاوى ضدنا. حاسس انه صرنا هلأ بموقع الدفاع، خايف ما عاد فينا نعمل شيء قدام هالناس الهايجة. معقول كل شيء بنيناه بسنين طويلة بقوتنا ينهار هلأ تحت رجلين هالقرويين؟ سيدي إذا بتسمح لي، يبدو انه نحن هلأ بوقت الصدمات، وكل شيء خططنا له وعملناه مع حلفائنا ما نفعنا بشي، لأنه بكل بساطة صار كله مكشوف من الناس. نحن قمنا بإحصائية سرية جداً، واكتشفنا بأنه الناس كتير مستائين من وجودنا بيناتهم، لدرجة أنه عم بيحاولوا يضغطوا علينا بالفترة الأخيرة، وما تستغرب بعد فترة يبلشوا بالمظاهرات ضدنا تحت أي مسمى. أنا حاسس أنه خططنا انكشفت. كل شيء عم بيحاولوا الناس يساووه هلأ عم يسيء لسمعتنا بشكل كتير كبير. يا سادة، إذا تأكدوا الناس إنه نحن ورا كل مصايبهم رح تكون آخرتنا. أنا بلشت خاف عن جد، لأنه الناس وقت بيقرروا ينتفضوا ما عاد في شي يهديهم، ووقتها ما رح ينجينا شي من انتقامهم. المسألة صارت كتير خطيرة بصراحة. نحن بورطة حقيقية، وكأنه نحن ناقصنا مشاكل هلأ. ما بتكفينا مصايب العصر، لسه فوق هذا انفتحت الأوراق القديمة وانفتحت الاجتماعات السرية. حلو والله، خططنا السوداوية الماضية صارت هلأ منارة للمستقبل. نحن لازم نوقف هالمهزلة بسرعة، لأنه إذا استمرت هالمهزلة رح نخسر كل شيء. يا جماعة، المشكلة أكبر بكتير من إنه نحلها، لأنه المشاكل كل مالها عم تتفاقم، وكل يوم عم تطلع لنا شغلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، وبكرة بيطلعوا شركائنا وبيحكوا كل شيء، ووقتها ما رح نقدر نساوي شيء بالمرة مهما حاولنا. يا سادة، مثل ما بتعرفوا الحرب ما بتنتهي لحتى يموت آخر جندي فيها. هلأ ممكن يأثر أصدقائنا المعتقلين باللعبة، بس المهم ما يوصل البلة دقنا. رح نساوي خطوة جديدة، رح نحاول نشعل الحرب بين السلطة والتنظيمات بالمجتمع المدني، يعني على مبدأ فرق تسد، ووقتها بس منقدر ننفذ كل عمايلنا السودة. نحن لحتى ننفذ من المشكلة لازم ندخل شخصيات جديدة على اللعبة، ولازم ننشر الخوف والريبة مكان العمل التطوعي والتفاؤل، بحيث نخلي المجتمع يعلق ببعضه ويصيروا الناس يتقاتلوا على المكاسب. وبعتقد انه بهالطريقة منضعف الشعب قدر الامكان، وبنرجع بنسيطر عليه بقوة مرة تانية، وبنرجع نحن الملوك والسلاطين من جديد، ومنأسس لحكم قوي مرة تانية، بحيث ما نرجع نخسره وشو ما صار يصير. يا جماعة، الوطنيين حددوا شو بدهم بالضبط وبلشوا يشتغلوا على هالأساس، لذلك نحن لازم نكثف اجتماعاتنا وتكون قراراتنا ضد الغيورين على أرضهم. القتال بلش بين مشروعنا ومشروعهم، ونحن لازم نركز على شغلة كتير مهمة. لازم يا أما نسيطر على السلطة أو نوجه ضربة للداخل، وبوحدة من هالطريقتين لازم ننجح، لأنه إذا ما عملنا هيك ما فينا نرجع شيء من أمجادنا الماضية، وهذا شيء ما حدا منا بفضله، لأنه الأمجاد اللي عشناها لا يمكن ننساها بين ليلة وضحاها. سيدي، في نقطة كتير مهمة، في ولايات كتير بشكل فيها الوعي الوطني العامل المهم والأساسي فيها، لذلك نحن لازم نحاول نضيق على الناس الوطنيين، لكن بطريقة غير مباشرة وبلا ما نعرفهم أنه نحن ورا هالشي،
ومن جهة تانية لازم نوحيلهم بأنه نحن بجنبهم بحيث نكسب ثقتهم، وهيك بصيروا بصفنا من جهة وبصيروا بيتجهوا لينضموا للتنظيم، ومن جهة تانية بيتقاتلوا مع بعض وفينا نستعين بحلفائنا لتحقيق هذا الشيء كله. أنا برأيي إنه نكسب ثقة الشعب أمر كتير مهم لحتى نقدر نطلع من هالورطة. يا جماعة إذا ما قدرنا نكسب ثقة الشعب لا يمكن نحقق أي انتصار. طبعاً أنتوا بتعرفوا شو لازم تعملوا بعد ما ينضم الوطنيين للتنظيم، وفي شغلة نحن مساعدتنا وهي إنه فريقنا في ينفذ خططنا وين ما كان وإمتى ما كان، ولازم يكون أول الخطط اللي مننفذها هي القضاء على الرجال اللي صرنا 40 سنة عم نحاول نقضي عليهم ولهلأ ما قدرنا. لكن بيضل في مشكلة أساسية وهي إنه تنكشف أعمالنا الغير قانونية أو إنه يعترف واحد من رجالنا تحت الضغط أو الرشوة، وقتها رح ينضاف عبء كبير بالإضافة لكل الأعباء يلي حاملينا، وهذا الشيء ما عم بيخليني مطمئن بالمرة. لذلك ما لازم نخطي أي خطوة بدون ما نكون دارسينا. سيدي هالأعمال الغير قانونية اللي رح نقوم فيها رح تحطنا بمأزق جديد نحن وكل حلفائنا التانين. أنا خايف نقلب السحر على ساحر. خططنا التانية شكلها منطقية أكتر، فالعداوة اللي بين الناس والتناحر عن المكاسب رح يسبب التفريق بيناتهم، وهالأمر رح يخليهم يحسوا إنه المستقبل بلش يضيع من إيديهم، وباتها رح يفتشوا عن حدا يحافظهم على مستقبلهم، وهيك بنكون نحن المخلصين. ويبدو لي إنه هاي هي الخطة الأسلم والأنجح واللي بتخلينا نحقق أهدافنا بأقل الخسائر الممكنة، هذا إذا ما طلعنا ربحانين أكتر من الأول بكتير. بمعنى تاني جهد أقل وربح أكبر. الناس القلقين على مستقبلهم والأحرار وبعض تنظيمات المجتمع المدني عم يناصروا النظام المؤسساتي. هلأ دورنا نحن هو التالي، لازم نعمل دراسات نعرف من خلالها الخدمات اللي قدمها محبي البلد، ونحاول نساوي آثار عكسية بحيث نضعف الناس. في ضيوف بدهم يشوفوك شيخي. خليهم يتفضلوا. سماحة الشيخ عم يستناكم جوا. امشي. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام. معي الدكتور طارق من ضيعة سارسو. نحن سمعنا عنك أخبار كتير منيحة يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك شيخي. تفضلوا عدوا. خير دكتور طارق، أكيد في سبب لحتى جاي يزورنا اليوم. التنظيم ضغط علينا واضطرينا نلغي نظام الشرطة بالضيعة، وهيك سيطر التنظيم على الضيعة كلياتها، وهن عم يظلموا الناس، وأي واحد بيوقف بوشهم بيعاقبوه أو بيقتلوه. هدول ناس ظلام، ناس كافرين، لا عندهم دين ولا إيمان وما بيخافوا ربهم يا ابني، وما لازم بنوب نسكتلهم. فوتوا له، فوت يلا بلاك فوت. خلينا نقتله ونربي فيه كل أهل الضيعة. نقتله بس مو هلأ. قوم لشوف. قوم قوم. ألو ابن الحج عارف صار بإيدنا. نيح خليه هنيك، أنا جاي بعد شوي. ماشي نحن رايحين، وبس تخلص شغلك معه وخبرنا مشان نجي وناخده لعنا. 10 دقايق وبكون هنيك. يلا خلينا نمشي نحن. حرك ولك. يلا قوم. يلا قوم. كلكم هيك، كلكم ناس مسكين عملاء. راس ولك راس. عم تبيعوا البلد مشان المصلحة، بس عن قريب رح نخلص منكم.
ونزدكم برات هي البلد وننظفها منكم يا وسخين يا عملاء. كل شي عملتوه رح ينكشف. لك خراس احسن ما اخلص عليك. خراس وصل واحد من الشباب هلا ومعه اخبار عن سحر. حسابك بعدين بس افضى. بعد من وشو لك؟ بعد ولا بعد؟ يلا شو صار ولا شو لصة؟ ها فهمني. دكتور كان عامل كمين على الطريق. فيه لك يا طعمركم بالزور لهربت. لك العمى بعجونكم شو جدبان. لا شو صار بسحر؟ احكي شو صار فيها؟ سحر مسكت شفتهم لما مسكوها. تو حيوانات يعني سحر المسكت؟ ونحن بنعرف وين مكانهم.